بقى يا فندم، يعني في معتقلين دلوقتي صحفيين، 15 صحفي واعلامي تم اعتقالهم وهم بيؤدوا عملهم. يا استاذ عمرو. يا فندم. لم يقبض على صحفي واحد تابع لنقابه الصحفيين. انا كان معايا على التليفون من شويه كرم محمود الزميل الصحفي سكرتير عام النقابه، قال ان هم محبوسين وعاملين بكره اجتماع طارئ. السيد نقيب الصحفيين ايوه كلم رئيس هيئه القضاء العسكري وتفاهموا في هذا الموضوع، وليس هناك صحفي واحد معتمد ويتبع نقابه الصحفيين، وده الموضوع ده بيتنسق دلوقتي ما بين نقيب الصحفيين ورئيس هيئه القضاء العسكري. طب اذا ما تبين ان في منهم صحفيين اعضاء بالنقابه يتم الافراج عنهم؟ ان شاء الله. طيب يبقى وزملاء اعلاميين يا فندم برضه منسوبين لقنوات تلفزيونيه مصر 25 برضه تم القبض عليهم. شوف يا استاذ عمرو. اتفضل يا فندم. كل من سيثبت انه اعلامي كان بيغطي عظيم حدث او صحفي بيحدي حدث ولا دخل له في هذا الكلام سيفرج عنه بالتاكيد. طيب عايز ارجع تاني لما اثير ان كان في بلطجيه موجودين امام وزاره الدفاع امام نظر الجنود ولم احد يتحرك ولم يتم القبض عليهم. هذا الكلام يعني اثاره معايا الاستاذ عمرو حامد لما كان على التليفون. يا استاذ عمرو اتفضل يا فندم. ارجو من جميع الطوائف والقوى السياسيه والنشطاء، لا احد يزايد، ونعمل جميعا من اجل مصر، من اجل الوطن، من اجل المواطنين، من اجل ان احنا نسير وننفذ خريطة الطريق اللي انا باكد لك عليها حضرتك دلوقتي، ان الانتخابات الرئاسية ان شاء الله ستتم في موعدها زي ما قلنا، المرحلة الأولى 23 و24 مايو، وأنا على مسؤوليتي ومسؤولية المجلس الأعلى أن الانتخابات إن شاء الله ستتم في الموعد المحدد. حتتم يا فندم، يعني حتتم لديكم مايو. القدرة على تأمينها في ظل هذه الأوضاع والظروف؟ مفيش نية لتأجيل الانتخابات، لأن إحنا سمعنا تسريبات أن في نية لتأجيل الانتخابات. يا أستاذ عمرو اتفضل يا فندم. أنا بأكد لحضرتك أن الانتخابات ستتم في موعدها إن شاء الله، والتأمين ليس على القوات المسلحة، التأمين على القوات المسلحة، على الشرطة المدنية، على الحكومة، على مجلس الشعب، على حضرتك، علي، على جميع المواطنين، الاشتراك في تأمين هذا الحدث الجلل اللي لم يحدث في مصر من قبل، انتخاب رئيس جمهورية مصر، انتخابات حرة ان شاء الله نزيهة، ولا احد يزايد ولا احد يتكلم عن التزوير، لا احد يزايد. طيب على هذا الموضوع السؤال في هذا الاطار يا فندم، يعني الرئيس الجمهورية اللي جاي ده هيحكم بايه؟ باعلان دستوري، ولا هيتم احياء دستور 71 مرة تانية، ولا ايه اللي هيتم بالظبط؟ ان شاء الله يا استاذ عمرو، عشان يعني هو طبعا في الاعلان الدستوري ايوه اللي موجود اللي تم الاستفتاء عليه اللي هو مارس 2011 وان شاء الله باذن الله قبل ما يجي، احنا املنا كبير قوي، املنا كبير ان يستطيع مجلس الشعب ومجلس الشورى واللجنه التاسيسيه اللي هم هيختاروها ان شاء الله الاسبوع ده انها تقدر تنجز الدستور بتاع مصر في اسبوعين. يا فندم هينجزوا الدستور في اسبوعين؟ لو ما انجز دي اللجنه يا فندم لسه مختلفين عليها لغايه اللحظه دي، هيعملوها ان شاء الله باذن الله. يعني عندنا اخبار كده ان هم هيقدروا خلال الاسبوع ده او بنهايه الاسبوع ده يستطيعوا ان شاء الله ينجزوا اللجنه، واحنا يعني بنامل من الله ان ربنا يوفقهم ويقدروا يعملوا الدستور قبل انتخابات رئيس الجمهوريه، واذا كان مش هيقدروا ينفذوه نقعد مع القوى السياسيه والناس المسؤولين والقانونيين والدستوريين وناخد رايهم فيما نستطيع عمله، واللي هيتوافقوا عليه ان شاء الله هنعمله. سؤالي الاخير لسيادتك يا فندم، البرلمان علق جلساته عشان خاطر رافض حكومه الدكتور الجنزوري، عامل جلسه استثنائيه صحيح، لكن السؤال لسيادتك، حكومه الجنزوري مستمره ولا غير مستمره؟
الحكومة حتى وأنا بكلم حضرتك لغاية دلوقتي الحكومة مستمرة. الحكومة ممكن تتغير في أي وقت، ممكن يحصل تعديل وزاري في أي وقت. لا أنا بسأل يا فندم السؤال، مستمرة لحين إجراء انتخابات الرئاسة ولا لا؟ أنا بقول لحضرتك هي مستمرة لغاية دلوقتي. من أكيد مستمرة لغاية دلوقتي ده أكيد، لكن أنا بتكلم لغاية انتخابات الرئاسة. أما التعديل الوزاري أو تغيير الوزارة ده ممكن يحصل في أي وقت. هل ممكن يحصل قبل إجراء انتخابات الرئاسة؟ لا تعليق. لا تعليق. يعني ممكن يا فندم ولا مش ممكن يعني؟ لا تعليق. لا تعليق. الأمر أنت حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. بشكر جدا سيادة اللواء ممدوح عبد الحق عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.